فقرة جديدة من فقرات دكتورز. أنا عايزة أقول لكم إن زمان أي اتنين متجوزين كان موضوع الإنجاب ده لا قدر الله اتأخر عندهم شوية أو اتأخر عندهم كتير، الموضوع كان بيوصل لمرحلة الطلاق. بس دلوقتي بقى قدامنا كذا أوبشن، بقى قدامنا كذا تقنية وكذا وسيلة تقضي تماما وتحل تماما أي مشكلة تأخر إنجاب بتقف قدامنا. ويمكن من أكتر التقنيات دي اللي عملت باص كبيرة جدا والناس كلها بدأت تتكلم عليها هي تقنية الحقن المجهري اللي بالفعل أثبتت نسبة نجاح عالية جدا جدا، عشان كده النهاردة احنا عاملين عنها سيجمنت كاملة. هنعرف بقى مين الكانديديتس، مين المؤهلين ان هم يستخدموا التقنيه دي، طب ازاي اقدر ازود نسب نجاح هذه التقنيه، ايه اللي ممكن اعمله خلال البروسيس ممكن نقول يعني هيسبب فشل لهذه التقنيه خلال العمليه. كل ده نعرفه النهارده وهنتكلم عليه في السجمنت. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الكبيره موجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري، رئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اول حاجه دكتور، بقى كل الستات دايما بتبقى قلقانه من مشكله اصل حماتي هتسالني، اصل الناس كلها بتضغط عليا، واصحابي امتى هتخلفي. المشكله دي بتبقى عليها لود وعليها ستريس كبير جدا. طب تعال نقول ان الحقن المجهري بقى هو طوق النجاه لستات كتير قوي. طيب امتى وصل للمرحله دي؟ امتى وصل لنسب النجاح دي؟ هو طبعا مش طوق نجاه للستات بس، عشان الحمل مش على الستات بس، لانه الحقن المجهري ممكن يتعمل بسبب انه في الزوجه او سبب في الزوج، يعني اللي يعني لو كان عنده المشكله ممكن يستخدم طبعًا التقنيه دي طبعا. لكن الحقن المجهري طبعا بدا من سنه 78 وكانت نسب بسيطه، قعد يحدث فيه تقدم. دلوقتي احنا بقينا بنصل الى نسبه نجاح 70%. 70% ده في مصر ولا في الوطن العربي ولا في يعني مصر؟ في مصر في 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 بعض الاماكن يعني احنا بنوصل 70%. نسبه كبيره جدا. طبعا نسبه ممتازه. بس مش في كل المراحل السنيه. أوكي. لان هو بيعتمد في الاساس اساسا على سن الزوجه، فاذا كان السن الزوجه مناسب فده بيديني اعلى نسب نجاح. نتكلم في سن ايه بقى يا دكتور؟ يعني تلاتينات، يعني من العشرينات والتلاتينات، بدايه التلاتينات. اوكي. ولكن لما بندخل فيه من 38 39 40 واحنا طالعين تدريجيا. طبعا طبيعي. أوكي. لانه خصوبه الزوجه بتقل مع تقدم السن، والعامل ده مهم جدا جدا ان الزوج ياخد باله منه. أوكي. لانه هو بيقعد احيانا يبقى السبب في الزوج. دي حقيقة. ويقعد هو بيعاند بقى. بالظبط. بيعاند ومش مقتنع، وبعدين بالحقن المجهري برضو الزوج مش مقتنع ان هو ازاي ان هو يخلف عن طريق اطفال انابيب، اعتقادا منه ان هذا الطفل طفل غير طبيعي، او اعتقادا منه انه ده عار عليه، لان هو طرف مشكلة عنده. بالظبط. فيقعد ياخد علاج مرة ويبطل مرة وهكذا، وما تعرفيش تمسكيه لغاية لما يبدأ يقتنع. تبص تلاقي سن الزوجة دخل في السن المعذور، وبقينا بنقول نسب نجاح قليلة. تمام. لكن السن اللي من بدري طبعا بيدي نجاح عالي جدا جدا جدا. طب انت يا دكتور اول لما البيشنت بتيجي لحضرتك بتقول لها انت على طول لازم نستخدم معاكي تقنيه الحقن المجهري، مش اطفال انابيب، مش اي حاجه تانية، الحقن المجهري ازاي؟ ما هو اطفال الانابيب برضو اللي انا عايز اقوله انه اطفال الانابيب والحقن المجهري هما الاثنين وجهين لعمله واحده. اوكي. الاختلاف في خطوة واحدة داخل المعمل. تمام. الأطفال الأنابيب أنا بعد ما بسحب البويضات من الست أنا بحط الحيوانات المنوية على البويضات. أكيد. ولكن الحقن المجهري لا، أنا باخد الحيوان المنوي وحقنه داخل البويض. تمام. إذن الاثنين واحد في البداية والنهاية، ولكن في الخطوة دي هما بيختلفوا عن بعض. لكن إمتى أقول لواحدة أنت لازم حقن مجهري؟ نفترض واحدة مخزون البويضات بتاعها قليل. تمام. طبعا السن ايه؟ لو سنها هي كبير مثلا. بالظبط. لو سنها كبير برضو مش هستنى. واحدة فيها مشاكل بالنسبة لقناة فالوب، مسدودة او متشالة قبل كده، او يعني احيانا بيحدث حمل خارج الرحم وشالت انبوبة، حمل خارج الرحم تاني وشالت الانبوبة التانية، احيانا يبقى فيه
انسداد في الانابيب ومية في الانابيب، يبقى هتعمل حقن مجاري. واحدة عندها تكيس مبيضين، واستخدمنا كل وسائل العلاج من تنشيط وعدت بالسايكل دي كلها وما نفعش. او الزوج نفسه في مشكلة، عدد الحيوانات المنوية او حركة الحيوانات المنوية او نسب التشوهات في الحيوانات المنوية عالية او الحركة قليلة او عدد الحيوانات المنوية قليلة، ولم يستجب لكافة الانواع التقليدية من العلاج زي العقاقير الطبية اللي بتتاخد لفترات معينة لكن مش على طول. بعمل مثلا كان عنده دوالي، والدوالي دي ليها برضو مواصفات معينة، امتى اعمل الدوالي؟ لازم لما تبقى بدأت خلاص تأثر على حجم الخصية أو الحيوانات المنوية، ومفيش أي أسباب أخرى مؤثرة على كل البرامترز بتاعت السائل المنوي دي إلا هو ده السبب الوحيد اللي موجود عندي. تمام. يبقى إذن هعمل دوالي، ما تحسنش بعدها، وارد يتحسن وارد ما يتحسنش. طب افرض هو جه من الأول أنا عايز حقن مجهري، أنا مش عايز أعدي بكل ده، أنا عايز ولا هعالج الدوالي ولا هعمل أي حاجة وهعمل على طول حقن مجهري، وأنتوا بتقولوا النسب النجاح عالية. برضو ممكن يتعمل، بس ده ما يمنعش إن أنا في تحاليل معينة لازم تتعمل للحيوان المنوي، وخصوصا تحليل اللي اسمه الدي ان ايه فراجمنتيشن. تمام. لأنه يقال دلوقتي إنه هو له تأثير على نسبة تخصيب البويضات. أوكي. ايضا الجنين اللي طالع من الحيوان المنوي اللي فيه مشاكل في الدي ان ايه بتاعته، ممكن يبقى الجنين ده اقل مقدرة على الالتصاق بجدار الرحم، او ممكن يبقى ده سبب من اسباب الاجهاض المتكرر عند الست، يحدث حمل والجنين ما يكملش. دي مشكله جوازات كتير طبعا، دي في ابحاث كتير بتقول كده. اذا لابد ان احنا نعمل كل الابحاث، ولو في حاجه لازم نعالج ده. اذا فشلت كل العلاجات احيانا وهو عنده حيوانات منويه موجوده في السائل المنوي، وخصوصا لو كان العدد بسيط او الحركه بسيطه او النسب التشوهات في الدي ان ايه، ممكن اخد عينه من الخصيه واخد منها الحيوانات المنوية، لانها بتبقى اقل في الدي ان ايه الفراجمنتيشن اللي هو التشوه بتاع الدي ان ايه. هو نسبة التشوهات دلوقتي الاكسبتبل اللي انا اقدر اشتغل بيها كم برسنتج؟ هو التشوه في، لازم نفرق ما بين كذا حاجة يعني او حاجتين. تشوه الدي ان ايه ده له تيست خاص بيه. تمام. ولكن وده الدي ان ايه بيبقى موجود في راس الحيوان المنوي من الداخل. تمام. ولكن التشوه بتاع شكل الحيوان المنوي اللي هو مثلا شكل الراس، ممكن يبقى فيه حيوان منوي له كذا راس، ممكن شكل عنق الحيوان المنوي، ممكن ديل الحيوان المنوي قليل او اطول من اللازم، او احيانا يبقى بديلين او ثلاثة. دي كلها تشوهات شكلية في الحيوان المنوي، ديفورميشن في الشكل الطبيعي. ايوه طبعا، ده ما فيش راجل ما عندوش دي. اوكي. ومسموح 95، وفي بعض التوصيات بتاعت الـ WHO لغاية 97% من الحيوانات المنوية المشوهة هذا الرجل يستطيع، يعني 3% بس أو 5% طبيعي، هذا الرجل يستطيع أنه يخلف طبيعي بدون اللجوء لحقن مجهري أو كده. دي كلها تبع الـ WHO اللي بتدينا المواصفات بتاعت الحيوانات المنوية الطبيعية. لكن التشوه اللي انا بتكلم فيه هو تشوه الدي ان ايه، وده بيتعمل له تيست. ده بيتعمل له تيست لوحده. لوحده. طيب. في ناس كتيره جدا يا دكتور، اخيرا انا عايزه ممكن نقول نصايح، او ممكن نقول ناخد ستاب موتيفيشن معاهم، ان هو بيقولوا طب انا ايه اللي يضمن لي؟ انا اعمل دلوقتي الحقن المجهري ولا اعمله مره واثنين وثلاثه ويفشل؟ انا ايه اللي يضمنني نجاح حاجه زي كده؟ خصوصا ان هم بيخافوا من جزئيه مثلا التكلفه، من حاجه الضغط النفسي، ان انا هتعشم، ان انا هعمل حاجه وان هي هتنفع وفي الاخر ما تنفعش. ده كلام سيادتك مظبوط، ولكن انا هعمل حقن مجهري مع، مش هعمله عمال على بطال لكل الناس. تمام. ولكن لما مثلا يقابلوا الستاندرز والمعايير المعينة بالظبط كده. وبعدين احنا استنفذنا كل العلاجات التقليدية. تمام. لحدوث الحمل. ما بقاش بقى عندي وسيلة اخرى غير الحقن المجاري. تمام. يبقى لازم هعمل الحقن المجاري. وبرضو في البداية لازم اعرف انه مفيش اي طريقة علاج.
بتدي نسب نجاح 100% عشان الحمل. ما ينفعش ان انا ادي حد برضو هوبس طبعًا. او ان انا ادي امل ان الحاجه أنا دي أقول التقنيه دي 100%. بس انا عايزه بقى وعد يا دكتور ان احنا في ناس كتيره جدا عندها اسئله وبتبعت اسئله على الفيسبوك طبعًا. خصوصا عن موضوع الحقن المجاري، عايزين حد من حضرتك. عناية طبعا انا بشكرك أمر. شكرا جزيلا يا دكتور، وانت نورتني النهارده. اهلا وسهلا يا فندم. بشكر الدكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجاري، رئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف. اهلا وسهلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله.